السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن خيارتنا داوان ساي إذي الكيمبا ميل كستو هاتجوكتان كسور دوادا مركلة يوميت كميدا برامشدا هان ديون كوكو تلقلني جمعة واناكسن رمضان مبارك تاريخ دو واساقالي لباتن كامارسو سنتك لباكن يأفر يلباتن دور قضبو مهيما ايان برامشكا إذي كوكو هيا جمعيه سدحاد مساجد كبركيسن الأقصى أيان وردين كجهية وحما أنت كدعي أيان تفاصيل يشرحات إذن كسين دورنا وعسو كل برنامج كأن إذن كجهية هو جميعها حماس إسماعيل هنية ومعلمه لصورة في سعودا الكوتشوغي ودن كإيران أيا الشيء يا إنه ما أنت كلا لقاتي وذات كدين عادين تإيران وقصرية آية الله خمني هدبا وحي اي كوضا حدلين ايو سيدو كالي انتي او جوغي ايران مسوريين تي او لكل مي ايا حماس وحا اي ايران كدونيسو ايا سيو كالي برنامشكا ايدين كوغو فافاهين دونا وعا سيو كالي برنامشكا ايدين كوغو هيا كدب مركي لايس كرا اي او شعب كيهود اي بوليسكو اي نكت اسكا جليين حالي الى شالي قلبكي قريغ نتنياهو هرتيسا وزارد دقاشان لقا هرتيدا مانتا ايو نتنياهو وحا او شاقي ان اي دب اغو نغانيان وضا حدا لدي محابيس اسرافسيغا كدب مركي عدادي سحوغلي او قدها كاكا عي هدبا آن ادين تسو وحا كلا عي هالكاس ايو سيدا اي اسوغرا عين دادكي مداهرادا اي اي دالبانا اي ان وضا حدا لدى لفروسي اهلادو دلوسو دايو ايو بوليسكي حكومة دا نتنياهو انتا بدن برامشد انا جمعها سيدي لوغالي بشب بركيسن رمضان وحينو آدي رد أصارنا جمعياشا إيو مسجد كبركيسن إي الأقصى حبين أيانو أغو تلقلنا سيمركا الدونكو رمبا إشكوها يهالكاس تلفشينة واوين سيدة الجزيرة أو كلا إيو وريال واوين هالكا أدرين سيد بشان رمضان أو لغبقي إني وحوين هالكا كدعان إسرائيلا دي سورتاك سمايسو إن مركا هاد إسرائيل لفتر كيدو أي قراتي وحالدو أي دجسي هادو مركا جمعهن وكيس الدحاد وحونا كسو آذيا حلي يهود دميال كعضاق أي إسكود ديارين أيان طبانك الدنبي بشبرا كيسان إي رمضان إني مساجد كقلان أو أي قشقشات كسميان سيدا أو أمركا كبحيي هرادي كوشيغي متكال إرادو بن غفير أو أهوزير كأمنيق قده لكن حكومة نتنياهو أو درينسان وحا ميشا كرنعي كرا إيو دقالك أي حد لغها كل جرتو إي غزة إيو جيسي نمدا شعبك فلسطين أو غزة لغسو أركي ومركور ليسك عيسي جري أي أوحا اللي يهدي هلكن أي باعشو كبلا بطو حالدو مركو واخطر مغالا دا قدسنا ومغالا وين أو إسرائيل أي حوكو أي ستو بارلمان كي ديا دقن وزاردي هي دقن حروم بدن ودولد أياكو يالا مركا لفتر كود حالة دواد ديشيين إنكستو ولي لسو شيغ يوم ميلاها قار دادكو إني دأكو حجينا يان مركي مسجدك الأقصى آذيان كنتن سنو وحكير إني سن آذي كريم رقا دومر كان كنتن يشان سنو مركا وحياو بدلو نوع عاسا أيا ميلاها قار كتير لكن ميلاها قار والا سو جبصلا جمع كستا دادكو يسو قلان هدبا مركا يان وركا إذن كو دالينين جمعيهي كوباد إي جمعيهي لباد وحي دعي والاسعوني جمعيهي كوباد سيديتن كون داد أهاتغي جمعيهي لصور دعفاي بقول إيا دور إيا طبان كون أياتكت انتاس مركا والاسي كردي مات هدى وحي قريان ورباهين تا بقول إيا شن إيا لبادتن كون أو قف إني مانتا كدوكت وعضراع عصوبة لديه سيدا سورادا أكا أركيشان ميل والبا دادكو وابوحيين ميل والبا ومسايدكا لغا سوغل وابوحيين هادانا كاقدران دادكا قاركيس وحالليها كومانان كاميدا حالي ويچوغين ساكي سلاس سبحي كدو كدين انتا كلانا سيسان ودوينكي وحبا إيسا إذي كحرمنا إسرادين مركا آن إذي تسو مركا وكالادا وراركا ودكا توركيغا آنا دول أيا وحيلي داي بقول يشن يا لباتن كن فلسطينيين ايا كنتو كذي جمعيه سدحات رمضان كمسجد كبركيسن الأقصى
هدبه وربحنتو وشي شعوتو وحالليه يعي شان يلاباتن كنو فلسطينيين اي احايد ماانتا اي ماانتا كدو كدي جمعيهي سدحاد بيشا براكيسان اي رمضان مسجد الاقصى مقالة دا قدس لنا عيدا باريكويا لا انك ستو ميلاها قار لغسو شيغي يو ان اسرائيليين تو اي ادكيين ان لسو ادو مساجدك او مكا اي ولي جدكو يوين اي رفاد داتكو اي كسو مرين شيخ اللي رادو عزام الخطيب او اه مديرك قود اي دائرة دا اوقافت اسلامي اي مقالة دا قدس اي او شيغي وكالة دا ورارك انا دول ايشان يالاباتن كن او قف اي كدو كدير او سلادي جمعها كو قدين مانتا مسجدك بركيسان اي الاقصى هدبا سلادة وحاو شيغي ان دادك قاركيس اي حالي او خميس اهي دادكو اي لا شالي مسايدك جوغين او داد اد افر بادن اي كدو كدين الى ساكي سلادة صبح مركا وحالي اهي فلسطين هدى وحي تاغن تحي هن الله بالله والدك علي واي وليبا هدى وحالي طبانك الدنبا مرول با سند كاستا بشا بركي سنة رمضان طبانك الدنبا فوضى يا قشقشات يا قرى يهود ولاد كشاغا ايا قشقشات مساجدك وحي اوجي هين طبانك الدنبا اعتكافكي يا ضدكي يا مساجدكي يا ليلة القدر يا لهادين يا مسلميتو اني مشغول سيين عبادكم مشغول سيين مركاسي قاسي جرين لكن هذا هو حلّي هاي كتشوك دولة دي إسرائيل وحيتري وواحد ديمد أو سوق اللي كره أسود واكره نبكة مجران ها عبادة يستين أيها كلي قد هلو دايو مساجد كودا هكو سيدي ربان طبان كودا دنباي ربان كاكو عبادة يستين نبكة يهود مركة واقع القيرين آيا وحلّي وإن عقلنا وإن عقلنا لكن دولة دي وحي أمر سيسي بوليسك وحي كتري نبكة يالو دوانين فلسطينيين جمع أول بحسابته ده سوق الرئيس بالأول بحسابته حساب أنت هكبرنا أولي بدت كيا سوق جاري وين ما لها قارو جيك بوينتوين تيا الوقت كي ما هني لما بقولوا كنا قفوا مال هذا اللي مسد وطاي فركا وربحين تاسي كوساب سن مسجد كبركي سن الأقصى أنت ينو كجكود بينا وحقاد وحوج الشري مع المه لا صور عفين مظاهرات يدا لوغا سو هورجيدو waxa dhacay xagee ka dhaceen waa dadka la haysto dadkooda ee yahuuda ah ee gaza lagu haysto ayaa mudaharaad sameeyay waxay dawladda ka codsanayaan inay maaratay mudaharaadkaas ee dadka heshiiskooda ay ka shaqeeyaan xamaasna dadkooda loo daayo nimankana dadkooda loo soo daayo maadaama Netanyahu iska daba wareeg u sameeyay ayaa marka tii ugu xumeeyda dhacda leh shalay midda ka dhacday meesh waa la yaabay dadkii mudaharaaday inta weerar soo qaadeen ayay waxay soo weerareen xarunta baarlamaanka ee Knesset-ka soo weerareen markaas booliskii iyo ayagii wadadii la isku helay waa hor istaagayaan waa qeylinayaan Netanyahu hadhaco hanna dhaafo waa ninka hortaagan in maaratay naloo soo daayo dadkeena waa in xamaas dadkooda loo daaya waa in nabad la qaataa qaylo markaas waxa la adigu dad idinkama maqna hadii wiil aad dhashay ama nin walaalka uu maqnaan lahaa ama gabar walaasha maanta saas maadan u hadashay waxa qaylo ka dhacay waa la yaab intaas markii ay dhacday oo booliskii iyo dadkii iyo qorta la isu galay oo si fiican la isu garaacay oo dadka qaar xoog lagu qabtay la xiray qaar kale dagaalameen ayaa qolo u dustay marka baarlamaankii galeen qolo kale oo xildhibaana oo baarlamaanka ku jiro la shaqeynayay iyo ayagii hoos inta iska ballansaday ayaa dadkii mudaharaad ay qaar kamida baarlamaankii gudaha u galay yahuud markaas waxay ka soo muuqdeen meeshii gudoonka baarlamaanka fariisanayay iyagoo sawiradii dadka laga haystay wada waa lagu kala guuraa ilayhin dawladnimo ma jirayso haddaan dadkeena la soo deyn sheekadu af iyo mudaharaad ay maraynay hadii aan wax laga qaban waa la isku rafaadaa baarlamaanka ma jiraayo dawlad ma jirayso wixii markii baarlamaankii galeen markay intaasii dhacday oo Netanyahu indhihiisa wax ku arkay gurigiisa hortiisa laga celcelinaa inay guriga ugu daataan ay rabaan baarlamaankii inta laga celiyay xoog ku galeen
wasaaradii gaashaan dhiga wuxuu shiri kuwan ma marka dambe aday ka takhalusayaan haddana dadka bal mudaaharaada ehelada kaliya ma mucaaradkii aa ka buuxa aa caawinayay nin walba eheladii uu leeyahay markaasaa kumanaan dadaa socota wixii necbanaa Netanyahu iyo wadaadda ku sheegaysa dowladda ku jira wixii oo dhan aa eheladii ah sawiraa la soo wada qaado Netanyahu waxa uu ogolaaday inuu ku laabto wadahadalladii isdhaafsiga maxaabiista warbixintu way sii socotay waxa leeyahay kanaalka 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu sheegay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu maanta oo Jimco ah uu sheegay inuu dib ugu laabanayo oo uu kooxdii wadahadallada dooxa u dirayo si markaa wadahadalladii ay si toosa hawsha u gudagalaan iyadoo wadahadalladaasu ay markaasi aan toos ahayn ay u dhexmaraan xarakada Hamas iyo Israa'iiliyiinta si loo sii daayo dadka la kala haysto iyadoo markaa laysaga kala dab qaado labadoodu aysan toos u wada hadlin. Haddaba wafdiga Israa'iiliyiinta waxaa hoggaamin doona madaxa hay-adda sirdoonka Mossad David Brennan ninka la yiraahdo iyo madaxa hay-adaha amniga gudaha ee la yiraahdo Shabak Ronin Bass ninka la yiraahdo. Marka sirdoonka dibadda iyo sirdoonka gudaha iyo wixii oo dhan uu dirayaa halkaas uu dirayaa. Haddaba ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa waxaa lagu sheegay warbixin ka soo baxday in Netanyahu uu markaa dirayo madaxa Mossad iyo madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee yiraahdo Shabak, waxaana la sheegay in wadahadalladaasu ay dib Israa'iiliyiinta u bilaabi doonaan. Wafdigana waxaa la sheegay inay tegi doonaan weliba Dooxa iyo Qaahira si ay markaa u sii wadaan wadahadallada. Xaaladdu marka halkaasi maray, meeshiyana buuq ayaa batay mudaaharaadyadii baarlamaanka lagu taatay. Maalinta dambe wuxuu isleeyahay guriga kuga soo daaday dooran kuwan. Ehelo keliya maahane dad badanaa ka buuxa meesha. Qaar waxay leeyihiin dadkan dulmiga dowladda ay ku hayso wadahadallada u furi laadahan taageersanaya ehelo ma ihi laakiin fakarkoodaan qabaa. Marka nin walba meesha soo galay, wixii cadow ay lahaayeen dowladda kulli mudaaharaadka ku jira, marka mudaaharaadka waa aragteen waxa meesha ka dhacay. Waa tahay. Marka wararka kale ee cusub ee Gaza naga soo gaaraya waxay sheegayaan in iska horimaadyo cusub ay dhaceen oo saacadihii la soo dhaafay Kataibul Qasam iyo Israa'il Qudus ay qasaare u geysteen ciidanka Israa'iil. Waxaa sidoo kale la sheegayaa warbixino laga helayo warbaahinta Mareykanka qaarkeed in ay markaa Mareykanka ay ogolaadeen sida la leeyahay in Israa'iil ay weerarto Rafah, laakiin halka iyo dadka meesha ku nool sida laga yeelayo ayaa weli muran ka taagan yahay. Laakiin waa ogol yihiin Mareykanka in xaafadan Rafax la leeyahay 1,200,000 qof ay joogto inay weeraraan. Dhinaca kale, marka warbixinno kale waxaa leeyahay Israa'iil 40,000 oo teendhooyin ah ayay waxay ka dalbatay Shiina. Waxay rabtaa leeyahay xeebta inay ugu safto dadka halka inay tagar tiraado teendhooyin inay meesha inta geyso si markaa ay halkaa u weerarto, iyadoo aaminsan madaxda Hamas iyo inay halkaa ku dhuumanayaan. Haddaba marka tallaabadaas iyaduna halka ay ku dhammaato waa la arki doonaa, wadahadalna waa la tagaa, Rafaxna waa la weeraraa, Netanyahu geemka uu ciyaarayo geem caadiya maha, ciyaar aan caadi ahayn uu ciyaaraya. Marka hawshaas halkaasaa kaga gudbaynaa. Warbixinta marka barnaamijkeenna ugu dambeysa waxaynu kaga hadlaynaa waxa wadahadallo toosa oo folkafool ah yeeshay hogaamiyaha dhinaca diinta waddanka Iiraan Ayatullaahi Khomeini. Ayatullaahi Khomeini waxaa la aaminsan yahay inuu yahay ninka ugu sarreeya awood ahaan waddankaas. Inkastoo madaxweyne iyo dowladdii ay dhisan tahay, haddana waa nin aan caadi ahayn oo ka yaameesha, waa ninka awoodda ugu badan haysta. Marka waxay wada kulmeen aan leeyahay marka Ismaaciil Haniya iyo wafdi la socday oo Xamaasa iyo odagaana wada kulmay. Talaadadii ayuu Ismaaciil Haniya tagay Iiraan, wuxuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda, madaxweynaha, guddoonka baarlamaanka, wixii oo dhan la kulmay. Shalay waxay is arkeen abaanduulaha ciidamada Iiraan, shaqada la qabtay Israa'iil, waxa ay isticmaashay iyo dagaalka halka uu marayo, khasaaraha, dhibaatada, baahiyaha haysa Xamaas ay u baahan yihiin
in laga caawiyo wixii oo dhan ayuu wuxuu kala fariistay ninka la yiraahdo abaanduulaha ciidamada Iran. Abaanduulaha ciidamada Iran wuxuu sidoo kale u ballamiyey wadaadka go'aanku ka go'o Iran ee Ayatullah Khomeini, macnaha madaxweynihii iyo madaxdii ciidamada iyo wixii oo dhan way soo arkeen. Wadaadkana marka ugu dambeeya leeyahay Ayatullah Khomeini. Marka taageerada ay uga baahnaayeen Iran noocay tahay lama sheegin, laakiin wadaadkiina wuu u ballan qaaday taageeradii ayaa la leeyahay. Haddaba marka Alcarabiya telefishinka la leeyahay ayaa wuxuu qoray taageerada haniya uu weydiisanayo Khamani ayaa waxaa la sheegayaa inay sii socon doonto oo ay halkeedii ka socon doonto, isagoo sidoo kalena u gudbiyey ninka la yiraahdo Khamani waxaa loo gudbiyey warbixinno ku saabsan dagaalka Gaza, halka uu marayo iyo xaaladiisa iyo baahiyaha jira iyo dhibaatada haysata falastiiniyiinta. Marka awalaa marka Iran waxaa la dhahayay iyadaa maaragtay caawisa hub ahaan, tababar ahaan, iyaga iyo Xisbullaahi iyo waxa kan iyo Iraana caawisa. Marka hadda safarka marka muhiimaddiisa marka waxaa leeyahay caawimaadii Iran iyo wixii ay u baahnaayeen iyo dagaalkii iyo qorshahooda iyo wixii oo dhan ayay marka halkaa ay ula tageen. Marka hadda warbixinada la helayo waxaa leeyahay guul ayay ku dhammaatay socdaalkii uu ku tegay Iran Ismaaciil Haniya. Marka waa arki doonaa wixii warar ee arrimaha kasoo kordha. Barnaamijkeenii ugu horreeyey ayuu ahaa Jimco Mubaarak, meel kastoo aad joogtaan Jimco wanaagsan, Ramadaan Mubaarak. Intaas iyo inta aan mar kale kulmayno saacadaha soo socda iyo barnaamijkeenii labaad, ha iloobinina inaad like garaysaan oo aad sheer garaysaan barnaamijka. Fariimaha iyo commentskana noogu soo qora qaybta fariimaha. Intaan mar kale kulmayno, ikhyaaray nabadgelyo.